بدر، 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 بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. ها انت؟ ايه انا زوجتك غنيه. خير؟ ايش تبين؟ شبيع يا بيتي. ايش معنى؟ لموت يعني تبيني اتم قاعده في بيت ابوي؟ شو قاعدتي؟ ايش حق جايه؟ المهم ان انا جيت وبس. والله هذه مشكلتك. ايش دعوه؟ ايش تبين اسوي بالله؟ زعلان؟ ادري في قلبك طيب وما يشيل على حد. وين رايح؟ بتسبح وبطلع. بتطلع وين بتروح؟ لما الحين ما حسيتي بالامان. اي امان الله يهداك وانت تبي تهدني وتمشي. اذا ما توقعت. المهم عندك نفسك وبس. أقول يا طيب. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا جراج الأخ عثمان. عثمان مين يا أخوي؟ أنا الاسم عندي هني مو كامل بس في توقيع. أشوف. دي صورة يا أبوي. أيوة أيوة مزبوط، ده توقيع عم عثمان المعزب بتاعنا. إنزين وينه؟ والله أخوي هو راح مشوار وهيعود تاني. ما قال لك متى بيرد؟ ما خبرش والله يا أخوي، لكن لو حضرتك عاوز تستناه تفضل استناه في الاستراحة. استنى، عطني عطني الورقة. أقول يا أخ لو سمحت، أنتوا ولا مؤاخذة كده عاوزين عم عثمان ليه؟ احنا نبعنا السيارة للأخ عثمان والأوصاف مكتوبة بالورقة عندنا. ايوه مظبوط، السيارة الأمريكاني يا بوي، دي كانت عاملة حادثة وعرة قوي. اي اي هذه هذه. انما ولا مؤاخذة كده يعني انتوا عاوزين ايه بالضبط؟ انا بيعرف، انتوا لما شريتوا السيارة صلحتوها ولا لا؟ صلحناها طبعا، بس يا خسارة تاني يوم انسرقت. وليش ما بلغت؟ طال عمرك اعتبره اهمال كسل، تدري مشاغل الدنيا كثيره. شفت نتيجه اهمالك وكسلك؟ انا اعتذر وانا معترف بخطئي. وش يفيد الاعتراف بالخطا الحين؟ انا طال عمرك الكل يشهد ان السياره باقت مني، وكل جيراني يشهدون اني انا رجل شريف وحسن السير والسلوك، وطول عمري طول عمري اكسب رزقي بالحلال. طال عمرك. اخ عثمان، تقدر تقول لي كم عامل عندك؟ اخ تقريبا 15 عامل. 15 عامل كلهم من جنسية واحدة؟ لا طبعاً. لما انباقت السيارة ما حسيت أي تغيير
بسلوك واحد منهم. لا طال عمرك، انا ما اشك في احد، لاني اصلا انا كنت خسران بالسياره ومهملها وزهقان منها. اصلا انا كنت ناسي الموضوع مولية. نعم طال عمرك. سالم، اخذ الاخ عثمان وسجل اسمه وعنوانه بالكامل. تفضل اخ عثمان معه. شكرا شكرا. اخ عثمان؟ نعم. باكر الصبح بكل العمالة اللي بكفالتك تكون متواجدة بمكان العمل بالكامل. حاضر، على امرك على امرك. يبا الكل بخير ويسلمون عليك وايد وايد. الله يسلمك يا بنيتي. يبا تامرني على شيء؟ لا يا بنيتي، بس عاد انت لا تكلفي روحك. يبا الله يهداك، ايش هالحكي يا بنيتي؟ انا مالي خلق. ما يخالف يبا علشان خاطر. عسى ما شاء اليوم اشوفك مهموم وايد. لا سلامتك. اي سلامتي الله يهداك. السجن وانا اخوك لازم تعايشه، ولا ترى حالتك كل مالها بالنازل. يا اخوي انا قاعد افكر. بالعيال مو كذي؟ يا ابن الحلال، انت على قولة القايل غصب عليك مسجون وطيبه منك، وبعدين اذا تفكر بالطريقه هذه ترى مثل ما قلت لك تضر نفسك، وبعدين هذه فتوح الله خير. رايتها بيضة من قصر يومياً قاعدة تزورك وتطمنك وتطمن عليك. أنا أقول إيش ذنب هالمسكينة هذه تتحمل هالبلاوي؟ علشان يبين معدنها. إي نعم، البلا وأنا أخوك يكشف الإنسان على حقيقته، وأنت لازم تحمد ربك على هالذرية الصالحة. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله. إي والله الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال. سلامتك من قولتها. المسكينة هذه ما ارتاحت، جابلت أمها في مرضها لما الله سبحانه أخذ مانته، والحين أنا حمل كبير يا أخوي. بس مو على أصحاب النفوس الكبيرة وأنا أخوك. لا وأنا أخوك يا خالد. لا حلو عليك. لا وأنا أخوك تعوذ من الشيطان يا خالد. ايش هالحكي هذا؟ لا 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 الله عليك، بس يا وجهه تعوذ من الشيطان. يا اخوي صالح، يا اخوي كل ما اتذكر حالتها يمرد قلبي. لا 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 الله عليك يا ابن الحلال، اذكر الله وانا اخوك. يا الف الذكر. نهارك وانت برا البيت، والحين جاي بنص الليل تبدل هدومك وتطلع، وين بتروح الساعة 11 بالليل؟ بدر، قلت لك أنا آسفة واعتذرت لك، خلاص حقك علي، انتهت السالفة. أنت ليش تعاملني كذي؟ ليش تحسسني كأني واحدة غريبة عنك؟ أنت صار مو طبيعي. أنا طبيعي يا غنيمة. يا ستي بركز على كل شيء، وكل شيء لا عندك تفسير. طبعاً لازم يكون له تفسير. أنا خلاص مليت تعبت. وأنا إيش قلت أنا؟ مو المشكلة إنك أنت ما تقول، تصرفاتك ما أدري شلون قايلة. أوه بصراحة أنا مليت الحين.
الحين صارت شكوتي ممله؟ انا مليت من كل شيء غنيمه، من كل شيء، من الدنيا بكبرها. بدر وين بتروح وبتخليني بروحي؟ الو يما، انا في البيت بروحي، بموت من الخوف بروحي. وبدر وين راح؟ بدر بدل هدومه وطلع زعلان. زعلان؟ من شنو زعلان؟ شي بيننا. والحين شلون بتين عندنا؟ ما ادري يا يما، دبريني. انا احترت وياك يا غنيمه، ايج يمين تروحي ليسار والتالي وياك. قولي لي الصج، انت تبين رايلك ولا لا؟ هو اللي ما يبيني. وهو قال لك؟ لا ما قال لي شي، بس تصرفاته تقول كذي. والحين شلون؟ اي مو حقرانه لي بيذبحني. اسمع يا برهان، سويدب الزم حدودك احسن لك. خلنا نلعب على المكشوف علشان اعرف شو اللي يدور براسك، مو تخليني مثل الاطرش بالزفه. شو هسه جد الموضوع؟ انت ما تهمك الا نفسك، وانا بصراحه انا خايف منك وايد يا برهان، ومن البدايه قلت لك هذا مو طريقي، لكن انت مثل ابليس استغليت الظرف اللي انا فيه. يا حلوك يا حجي صادق، تخاف؟ هذا اول مره اسمع الحجوه هذه منك. اسمعني زين، أنا عارف شناوي عليه وش مقصدك من وراء هذا كله. وين مطلوب؟ تحب تسمع المطلوب قبل لا تعرف شيء ثاني؟ يلا قول وخلصني. السيارة حرقنا شيء بسيط منها، مو كلها. يعني بيعرفون من سيارته؟ ويمكن ما يعرفون. يا مزمزيل، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ترى لسه فاكرني وليه؟ مو انت اللي تشتغل بالجراج؟ مزبوط، اللي بشتغل عند عم عثمان. اهلا وسهلا. اسكت، مش عملوا معانا تحقيق بسبب عربيتكم الامريكاني؟ مش حقه، عاوزين يعرفوا مين اللي سرقها. انزين اعرفه ولا لا؟ لا طبعا. وليش طبعا؟ علشان يوم ما انسرقت العربية كان يوم جمعة، وطبعا في اجازة. يعني ماكو امل؟ ليش ماكو امل يا ست هانم؟ اكو امل ان شاء الله، بس اقول لك حاجة يا ست هانم، بس توعديني اني ما تقوليهاش لجنسي مخلوق ان انا اللي قلت لك. خير خلاص عيل، خلونا نبعد عن هالمكان علشان نقدر نتفاهم. امشوا امشوا حق الكافيه. يستحسن طبعا. يا ست هانم، حضرتك وعدتيني وانا حقول. تفضل. يوم الجمعه اللي انسرقت فيه العربيه، thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. ودي ليلة ايه دي اللي مش فايتها يا ابوي؟ انا سمع الصوت بوداني صحاني من النوم. كيف ماكو حد؟ كيف؟ انت مين؟ مو شغلك؟ وين سويتشات السيارة هذيك؟ ما خبرش يا ابوي، ما خبرش. شنو؟ ما خبرش. نمر عندك اياه؟ ويك طلع سويتش السيارة لا افرق خشتك بالقاع الحين. لا يا ابوي هقول هقول، انا حمل نمر كله الا نمر. هقول تحجى السويتش في العربية، في العربية. نمر روح تأكد. صار يوب انا هكذب عليك ليه؟ اسكت ولا كلمة. هكذب عليك. هاك سويتش صادق. شلون؟ هاك سويتش. ها وين السويتش احسن لك؟ في العربية. بعد اقولك وين السويتش احسن لك؟ انا هكذب عليك في العربية. وين السويتش؟ في العربية يا ابو. بس لقيته الكهو لقيته؟ ايه. زين اقول شغل السيارة وبطل الباب. ها صح صح. وانت لا تتحرك لا تكسر دروس. خلاص يا ابوي ما هتحرك. خليتها معاي، ولما صاحب الحاجة ما سألش عن حاجته قلت يا راد اسكت انت كمان، ويا دار ما دخلك شر. وعلى فكرة أنا نكرت في التحقيق كل حاجة عشان ما جيبش لنفسي وجع الدماغ، ويمكن ما حدش يصدقني وحط نفسي في سين وجيم بعدين. استهانم حضرتك وعدتيني، وانا ما حبيتش اشوف العيب واسكت. والحمد لله الصدفة جابتني هنا علشان اقابلك واخلص ذمتي من ربنا. لا تخاف، يكفي انك قدمت لي خدمة لا يمكن انساها. شو يا رفيجك هذا يا اخوي؟ طول هاي شفيك نمر؟ اكلت قلبي. صبر يا اخي الحني. يح ماك فايده تاخرت. وين وين الساعه كم؟ يا الله عليك شفيك انت؟ شفيك؟ اصبر شوي اصبر اصبر. كاه وصل. اقول انا بروح وياه، انت انطرني هدين. زين صار حاجيك. ها شلون يعني ورا رجع هذا ولا كذي خرطي؟ بس خلينا نشوف احنا بالاول. يلا عجل عجل هذا عجل. انت شو تقول؟ اللي سمعته يا برهان. يعني السيارة اللي استخدمتوها كانت سيارة بنت المدير اللي انسجن؟ ياك العلم. وطبعا الشيء هذا ما هي صدفة، كل شيء محسوب حسابه ورويسك. غبي. ها؟ انا غبي؟ منت غبي يا برهان، بس عيبك الشرعي
متصور انك اذكى منا كلنا وبكل شيء. انا رحت سالت واكتشفت انها كانت سياره بنت المدير، وعرفت المغزى ورا هذا كله. وانا الحين اللي ابيه انت عارفه، وفوقه ما ابي اتورط باللي تفكر فيه. شو تفكر فيه؟ ما له داعي التفكير. تتعب نفسك كذي لانك ما راح توصل لنتيجه. ما تقول يا صادق، بعد هذا كله انت ايش تبي؟ كذي نقدر نتفاهم. تفضل. احنا الحين متعادلين بالذكاء، صح؟ صح. وهذا ايش يعني لك؟ ايش قلت؟ نحشه ماني منحاش. اولا اعتبر ديني عليك طايح. مشكور. وثانيا المبلغ اللي سد حاجتك انا ما راح انكره. انزين عيل ابيهم الحين؟ الحين ما عندي. وانا هم اقول لك اسف، اقل ما عندي اروح اعلم عيال المدير. اختك تبي تصير محور تفكيري، وانا اقول لك بكل صراحه يا نواف ما اقدر. بس اللي سمعته ايه سمعته صحيح ارتحت الحين ولا لا؟ صحيح. نعم اختك كل شيء عندها واقع وانا ما اقدر اغيرها. انت الظهر يا بدر ما تبيها، وخصوصا بعد موقفها منك. نواف نواف صديقي وبحسبة اخوي، ما ابيك تفهمني مثل ما فهموني غلط. بدر بدر انا خايف عليكم انتوا الاثنين، انت صديقي وهي اختي. مشاعر اقدرها واحترمها. اي لو عد ما اقدر، ما اقدر نواف، ما اقدر بصراحة. أنا حاس إني ارتكب ذنب، واللي قاعد يحصل لي هذا تكفير عنه. لا يا بدر لا لا، مو كذي نواجه مشاكلنا. عيل شلون؟ قول لي ريحني شلون؟ يا أخي فكر بماضيكم مع بعض. ماضينا؟ وزن الخير والشر بميزان العقل والحكمة، وبكذي تقدر توصل حق تصور مفيد. ما تجاوبيني؟ ما تردين؟ مليت مليت يا إيبا، ما أقدر أعيش في بيت أحس نفسي إني مكروهة فيه. والبنية بنيتنا وما يصير نخصبها. أنت طلعي منها مو شغلك. ها؟ وش قلت أنا الحين بتاكلني؟ سمعيني سمعيني يا غنمو، بيتي هذا إذا جيتي مرة ثانية لأسباب تافهة وأعذار ماسخة بدون شون رجلك، أقول لك أشكر البيت تحذرك. واطرد امك بعد. شنو؟ تطردني انا من البيت؟ يا خياري يا حد وبدوبي، شفت يا اخرت ابي يطردني؟ يبي الفكه مني. يبا انا انت سفر على الشمال، ولا فلس ولا ذكله ولا هلله. البنت اللي تهد بيت رجلها بدون شر رجلها بحذار ماسخه وباسباب تافهه، هذه صفر حتى بيت ابوها. يا بنيتي يا ابوك تحملي شويه، تحملي يا ابوك، حسي بالمسؤوليه. انت باكر بتصيرين ام، تكبرين، كبري على مشاكلك، مو كل يوم والثاني تجين تلجئين لامك. اسمع برهان، انا مو شغلي صادق هذا، لا اعرفه ولا يعرفني. امس اقول لك اصبر عليه شوي، لسانك عليها الطول. ورويسك يا ابو طارق، انا كنت حريص عاد. فكنا زين يا برهان فكنا، كنت حريص، كل هذا حرص. قلت لك ورويسك يا ابو طارق ما راح اخليها له، بس ابيك انت تساعدني علشان اقدر اسد حلجه. انت عارف تماما انا ما عندي المبلغ اللي ابيه، وهذا ان سكت عنه راح يعلم عيال المدير ويفضحنا. الو، اهلا فيك اخ بدر.
الحقيقة بالتليفون ما أقدر أقول شيء، ممكن تشرفني هني؟ حاضر حاضر، على أمرك، خلال ساعة راح أكون عندك إن شاء الله. خير إن شاء الله، فما الله. تليفونات أبو طارق مدير الشركة موجودة بهالمفكرة. ترى ذبحتينا أبو طارق، أبو طارق بالسيارة هم أبو طارق. ما صارت ترى، يبا ترى إن بعض الظن إثم، يمكن واحد ثاني. أي واحد ثاني؟ أنا عارفة التليفونات مضبوط، بعدين تليفون مكتب أبوي راح أتوه عنه يعني، تعال شوف. خليني أشوف. صح، نفس الرقم. هو هذا الخيط اللي بنبتدي منه. أقول لك فكرة؟ قول. أنا بتصل بأبو طارق واسأله. شعلنا؟ نقول له إن لقينا مفكرة فيها أرقام تلفوناتك، ويمكن يعرف صاحب المفكرة. كلامك صح، بس لازم تغير صوتك. غير صوتي؟ مش حقه؟ علشان نعرف ردة فعله. وانا مني القاك لابس وكاشخ وانت بتطلع؟ والله ما نسكر ثير عن جنابك، متى ما حبيت تردين البيت تلاقيني موجود هنا قاعد انطرج. يا رب ايش هالحاله اللي انا فيها؟ ما تقول لي ليش تكلمني بهالاسلوب؟ كل هذا بس لاني قعدت يومين في بيت ابوي؟ انت فاهمه كذي؟ عيل ما تقول لي شنو معنى تصرفاتك؟ فسرها لي. لا بالحين ما عرفتي تفسيرها؟ لا ما فهمت. خلي كذي يا حسين. يا بوت تحملي شوية، تحملي يا بوت. حسي بالمسؤوليه، انت باكر بتصيرين ام، تكبرين، كبري على مشاكلك، مو كل يوم والثاني تجين تلجئين لامك. اي خير هذا يا برهان اللي تتكلم عنه؟ اي خير؟ علمني. اقول لك واحد اتصل فيني يقول لي انه لقى مفكره تلفونات فيها كل ارقامي. والله ضحكتني، فعلا ضحكتني. يعني ابو دارك جايبني انا الحين مكتبي وخليني هد شغلي، ايش عليه؟ قاعد اقول لك كل موضوع قاعد تقوله لي تافه وعادي. عادي؟ هي عندك عادي، لكن الشيء اللي مو عادي انه لقى المفكره بمكان بوقه السياره. طيب ما قالك من هو؟ طبعا ما قال لي، قال لي فاعل خير. عادي يا جماعه، انت بتجنني؟ بتجنني؟ اقول لك مفكره فيها ارقامي تقول لي عادي؟ بطارق خلي السالفه علي انا. انزين علمني ايش بتسوي؟ لحظه يا برهان، قاعد اقول لك علمني ايش بتسوي. بعدين اعلمك يا حلو. هذا اللي بيجنني، بيجنني. أخ بدر، أنا ما ودي أخش عنك شيء، أنا حققت مع كل الأمانة التابعة لعثمان، وعثمان نفسه سجلنا عليه قضية إهمال. بارك الله فيكم. تأكد أن احنا محنا ساكتين، وإجراءات المراقبة تستمر مثل ما كانت. إهي إهي، وانت ترقد وامن. زين لمتى بتتم هالاجراءات؟ يبي لها شوية صبر يا اخ بدر. المجرم لازم يترك وراه بمكان الجريمة دليل. ايه
اللي فهمته الحين منك إذا ما عندكم أي دليل بالمرة. لا أخ بدر، في شك؟ في من العمال من يعرف لكن ساكت. حلو، يعني يعرف لي باقي السيارة؟ يمكن، ويمكن لا، يمكن تكون عنده بعض المعلومات البسيطة بس لسبب أو آخر مو قادر يقول. يعني مجرد إحساس؟ الشك غير الإحساس يا أخ بدر. المهنة علمتنا أن الشك مرتبط بأدلة أكيدة لا يمكن تخطئ عليه. ومن قال إحنا متعادلين؟ برهان، أنت براسك شيء تبي تقوله قوله وخلصني. شوفك مستعيل. ما أدري عنك، أنا قلت لك من الأول العب معاي على المكشوف علشان يكون الويه من الويه أبيض. الويه من الويه أبيض، حلو والله، عندك تعبيرات حلوة تعجبني يا صادق. بس عندي سؤال صغير أقول، وين مفكرتك؟ أنا أوفر عليك الإجابة، وفكرتك ضاعت المكان اللي بكتوا منه السيارة. إيه مو مشكلة، أصلاً ما فيها شيء مهم، وأنا حتى إيه ترك عنك حتى وبت ومت، هذا الغاز اللي ما أعرف لها أنا إلا مشكلة ونص. أحب أسألك هالسؤال صغير، ويك شو صار أصفر؟ داهنا بزعفران؟ أنت إيش تبي تقول؟ وصلنا للحل. أنا بأقول لك صفة التهديد والطمع ما تمشي عندي، والهون أبرك ما يكون يا صادق. زين زين عم برهان، رحم الله والديك، قول لي المفكرة وينها. يا حلوك يا زينك يا صادق، ليت تطلب برجاء لطيف هذا الحلو. حلو طول عمرك حلو يا صادق. أنا أقول لك وين فيه، أن شخص فاعل خير. آسف آسف حجي سلطان، نسيت لأقول لك أوروار. آخ يا قهر، مفكرة شلون طاحت مني. صادق إيش فيك؟ شفت شلون؟ شلون؟ شفت شلون إن المفكرة مهمة؟ معاك حق، بس وين ندورها في عاد؟ وين ندورها؟ ما كل الجراج، وأكيد الحارس لقاها، وإذا ما لقيناها عنده أكيد معطيها حق واحد ثاني. امشي الله. صادق انت 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 مسوي لنا سالفه بهالليل يا معود. يبا علامك، انت ايش فيك خايف؟ زين صادق، خاف نلقاها عندي يا معود. يبا الحين الجراج ما في الا الحارس، علامك انت. صادق يعني انت تبينا ندش؟ ايوه ايه لازم ندش، علامك انت لازم ندش. وانا ما ادري ايش هالمخ اللي عليك، يا معود تبي تدور بهالليل؟ ايش فيك نمر؟ علامك قاعد تنافض كأنك اسعفه. لازم ندش يبا، لازم، انا متاكد انها عنده، متاكد، لان برهان قال ان المفكره عند واحد فاعل خير. زين. وانا يوم تهاوشت مع الحارس ذاك اليوم تعافرت معاه طاحت من مخباتي، فاكيد عنده. زين صادق، وين ما لقيناها عنده شلون؟
يبا راح نلقاها عنده، صدقني راح نلقاها عنده. زين زين وبعدين شو نسوي الحين؟ شو نسوي؟ شو نسوي؟ ايه اقول ها ماكو الا نروح نشقح. نشقح؟ ايه زين منين نشقح منين؟ اقول لك ايه نشقح من ورا ذاك الصوب. يلا 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 يمشوا وياي. شو نسوي الحين؟ شو نسوي؟ ما كنا نروح ندوره؟ يلا يا معود يلا يلا تفكر.